الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كواكي بقول لحدن يكوبات كم إذا من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. باب كراهة تسمية العنب كرما حبابها كوشد الله كوضو إن عنب كالقوم عدبه كرما ليلاده ديق ليلاده. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسموا هكما عابنا العنب عنبك بالك جيتك عنبك زبيبك أذكى استعماشان الدقيين يعني عنبك أتلا هذا الكرم هذه هنا كرم يعني لورنم دق إيوه يعني قبل نمل وشيجين. فإن الكرم دايغو أما قبكو حوي المسلم روح مسلم كأه متفق عليه. وهذا لفظ مسلم وحين الشيخنا واللفظ مسلم وورد مسلم وحديث ككور الشيء. وفي رواية: فإنما الكرم قبكو حوي الشيء قبك دايغو لا أما وناق له قلب المؤمن روح مؤمن كقلب جيس إله الرمي الراعي رب كعب سنية تاسي قبن وقود ما تي قيد النعمة إلهي كمدو الملكة عمتان كرم هذه هنا. وفي رواية للبخاري ومسلم يقولون وحيدا أن بيرليد أما عربته الكرم بيجيت كان كم عدبان. وإنما الكرم قلب المؤمن روح مؤمن كقلبه يسوي. نبي مرك عليه الصلاة والسلام كه الله يا هذا شيء أمان تنبضن أما معناها ربط صفة حقيقية قتل ما من أيام مقع مضن وإسكله شيء مرك مقع لقى مضيع إن مقع الله سيه وملك دع مركانه يقولنا ونهي كراهة عند أهل العلم تحريم ماءها. وعن وائل بن حجر الحميري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وائل بن حجر وأبو قرد الريح ميربو أنجري أصلي أبيه وأجد مروكي إسلامي يمن أسوغي شوغا أيو إسلامي كدبنا وسوه جرودي بركم مالمو أسوه جرمدينو وولو سنسو قارن بنبي قصي الشيء أو يدي وائل بن حجر الحمير الكندي بعد قصة صعودا أسوق الإسلام كقاتي عدنا أنك عم سنينين دون تاني ربتان إسلام إلى قلبك سجلية بقصة صعودا يهدو إذا ما دسور دوية أفر مع الموت كذب أي مدينة سوق قارن مرخ نبي قصي دايري صعودا القصة صعودا لي وكي نبي قصي الشيء بقى كذب مرخ نقول يا معاوية بن سفيان وكيل راعيي النبي بيرا دول بدن او ملح لغا قود جيراي او معادن لغا قود جيراي ادو قيمه بدن النبي سي يري قادو او يمن كو يالاي وكي قصدي سو كشيكي معاويه بن سفيان مركو نقونايو انو هش حتى انو لا فولو ولا كرو وديدي واغي دمرا معاويه امير المؤمنين يا واي بن حجر او يو تغي او وفدان او تغي شام يا دمشق قازو سرت سو كوسو فريسي او كو يري مخصوصتا وايلو waa nabi uu ka daro yiri balwaal raac oo yaman la tag marka tagtana dhulka aan sii aanu u gooyay maqaati ka noqo in aanu siiyay u sheeg carabna oo ii qoor weeyday inaad hashi isarto aan kula gaadisay muxusata oo nasha ataranta anigu aan hooskeeda qoraxda iyo caagubta ka iska xijinay oo ugu tiri adiguna shacab baa tan oo boqor baan ahaa min abnaal muluug شعبي بقرنا هل قاعد يتنمى يعني هاش صوت ده قبص ما أنت أنا بقر سرت وكسفر يسوي سرت وكفر دي كرسي كيسي بكسفر يسي مركي وداد كي وي واي من حجر هذا قيم النبي قوي جعلابوها. قال الصحابي النبي وحي لي: لا تقولوا الكرم هادهنا الكرم جيت كان عنب كهادهنا ولكن قولوا حاجة لذان العنب هو العنب ويضح عنب والحبلة ومغعيه أنك وده سومالي عنب عنب ما يتقنناه مغعيها ونها أما وعنب رهو ومغع لويقا أنه حبلنا والله إذا هذا قيت كمغع سكوشيك لكن ديغ ذا يقوب النمت كي يواناقنا أطيرنا إسان كده أصغ من بودنه روح مسلم كان مضانا هو شاء إسكاله رواه مسلم. نبي مرك عليه الصلاة والسلام وحو صحابة بريا شيغا وحو مضانيا هاي إنا لطافينين بمبونين تا لغا إلالية شيغا شيء والبنا حد كوي ولاي هاي يمشي سين ما قانك سلادي. والحبلة بفتح الحاء والباء بعض يحد ولا كرب أيه
ويقال أيضا بإسكان الباء بدل إن الربنا والله أخري أو الحبل ليجادو. باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه. وحباب يهرب دل إسكر عن وصف محاسن المرأة هون إذا مفاتن كذي وناك كذي ما له قرح صنطها يقرح ذا إن لا تلمامه لرجل نك أجنبي الله تلمام إن هوني هوني كلاي تلمانتو كور بحسو ويقرح ذا ذي إيوه وناك يدا شركي يدا يكشكي سو ننك لو أغشكي سينا الله قلي إلا يحتاج إلى ذلك قبرنا تلمانت إن الله بهذا موين قبرنا شركي إن لا تلمامه إن الله بهذا موين لغرض شرعي دن إسلام إنا يقشموين دن شرع إنا يقشو مصلحة دين إنا يقشموين كنكاحها نك الله تلمام يوحدون قبرنا يقرصد إنه هبل بربنا قرصده هبلا بل إجا إجا صوفير هدو يجاه ده وبلتين تهدي قاب كهدي عتال كهدي يو سدعي تهاي كسو وربحي مركاوى بنان تهاي يو نحوه إنا مخراتك عذوك عليه قر بلقى مرة ربع قبره حلاوة المامة يا وتشي كهدي قام هدي ويح الله الملاوة المامة يا إن أي مخراتك شو إنا قبره أيضا هاي تهاي وحبال لقى يبسنا يا مثلا معاملة رحم رئيسه هدي روح إن شيرنا قبعة أون فري الصول من اللي أركين هادو محلقة قرن أيضا عد كده اللي قرنين مركب مصلحة دينية أيضا فننا أين لسه عننا يكون تعلق ذا موين جوارنا مسلم هذا شركة هذا أحد أجنبي الله ما تلمام كرو لا وجه ولا قعن ولا ملك لمن نبا. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة هويني هويني كالمرأة قنته مدة هذو مباشرة وأن شركوا استابطوا مخالطين ولا مس السمية في الثوب الواحد الروايد النسائبة ودتي لا تباشر المرأة المرأة في الثوب الواحد فتصفها مركا أت المانتو ما بنا هواني كان هنا أكور قشوي لما عملوا طي ده قشوي ده هذو جنكيد وجنكيد استابطوا بدن كود استابطوا معاملوا ذان أيضاً دبشرين هدنا كذب كشكي سوف تصفها أت المانتو لزوجها نينك أيضا قبي كأنه ينظر إليها سيدا صغف في رنية تلمام بي كليبتي وننك سعرنا الشوابة الأركتابة قبر لقوة تلمامي تلمام بحذة وفولة وحيا إلي خطر بها كجرته قبر المسلمة العيبت هذه عورضة وبنك تيبها كجركو لابو قبر سيدا أو تلمان توذات كنتو قاتش على هذا وأدو كفوره يأيه ذو قرسان كرا هيربا ماشا كدومي كرا وشوه هاليس فتنة كلها دي دينيه دي وكسه الرسوة أسرارة المسلمات كلها بحينها لغير عدد شرعي متفق عليه ابو امامك لكن ثوابك بخاري كلي واحد كوريه مسلم لما وداغه نسائي يقول لك لو وداغه اذا تاسنا لما اقوله روح حقتيسا ايو حالديس هو غبنمديس لما اقوله مره ان ميل لغا دحو ان اي مصلحه دين كو تعلق دمويه. باب كراهه قول الانسان في الدعاء اللهم اغفر لي ان شئت بل يجزم بالطلب. حبابي هاي ان لكودون لجعلين شرعا قول الإنسان في الدعاء إن روح قفك أويد هذا مركو الدعاء سنة اللهم اغفر لي الله ويدا في إن شئت دادون إله دادون تيدم بداف إله دادون تيدم حريصو إله دادون كلوق منات دم بداف مراد كي يصخر مع تاولا الله مبهن بل يجزم أدونك وقين بالطلب عثيك إله وحا إيال إله سيدا إيال إله يدم بداف إله نار إيال بدبادي الله جنة إسي روح وإنه يراه ضق آميو معايا لي حكم وقنا إله ويرده فضاد دونته إن أذن باهي وإن أسي قبين دم بدافك عليه إن أذن باهي وإن أقبين جنضة عليه إن أذن باهي وإن أقبين أم عبسي وإن أذن كقبين نارته إن لقابت باديه هذا وحاة نين وحد كفر وحد واسك تجاب أضون لماذا وضن بات كتو مطيبة قلب قاضو إنه إله أباهي هاي أضون تهي مت هذا الكاضو كمان مغضو ننسان قتاقة هيا أم وقتايو أحد أساق الدقال كيا وحوي دي سني مركوا خطر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم متكيوسا أوراني مركو دعي سني اللهم اغفر لي إن شئت الله وإذا في دنبي هداد أنتو اللهم ارحمني إن شئت الله وإن حرس هديك لقمناته ليعزم المسألة نوحو الأمر بكسي ليعزم المسألة دعاء إيه تقمض إيه بريض الروح حقه آميو هولقو أنديب حيطة تعليق إن شئت لما أقوله إن شئت ما لها كالية مقادير إيه
أخبارتي ووركي واحد بلن قال يسي هولها قلي ساسا يلي دونا إن شاء الله وحاس وإنه سارك دونا إن شاء الله لكن هذا الله طوغي سوى عباده ليعزم هقو آمي روح مسلم كا المسألة بريد الدعاء فإنه لا مكرها له إلهي وح قصب متجره إلهي أحد قصب كرمتجره إن شئت محيط إلهي هدو دونا وكون حريسا هدو صدونا كون حريسا مهي لكن أدوك أدونو موتيو إله وحا إيال ده بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون إلهي بكحران تاي لكن أدوك أدون ما لقاربا وحا إسي باهي موتي افتقار موتي إسبهان به إلهي سهوس دك توق إلهي سبحانه وتعالى لكن أدو مدح التاقى إله سائية لضادون تان إسكبت ده بمعنى كمبه نور متفق عليه وفي رواية لمسلم رواية مسلم حاكتمت ولكن أصيش ليعزم هق آمي سؤاش وليعظم أو يعظم هويني وليعظم هويني الرغبة ربتانك يدوني تانك وعلى كدوني خير كأي الدعاء يوحو طوغي فإن الله لا فإن الله تعالى لا يتعاظمه إليكم ويناده إليكم لا يتعاظمه كم ويناده شيء شيء أعطاه وبحي إليك تروح كوين أما كوين أما كعل اسمه شري أذوق سؤال شجوه وإلهي شتوس أوبري وإله وحى يسيده إن شاء إن شئت يجوج حيا إلي ما كد إن شئت لا ذا هاي وأتسيد بناتك اللوبر هي وقتها هي بلو طبعا كم بان كهرباء هدد أو هدو هذا يتبرتات هاي ما بقر كمالك ملوك بطبر يزا مسودات صوماليا دو حويد سنيس اسكا إلهي هوش ولكن سيشيء ليعزم أي المسألة سؤال حق يوصن تعليق يا شرط كحرين وليعظم هويني الرغبة ربتانك والرب وحكر ربنا إلهي أكتيس وحكدوني هويني فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء إلهي وحكوين أما كعل سمجر شيء قاسو أعطاه وبحي آخر يا الدنب وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال إذن وآل اعتداء في الدعاء كمتاي نبي مضو حكر ربي الدعاء لوحد قدبه أما أد أن ترارت أما أد قصة قد اكتوح اللبانة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة إذا دعا أحدكم متكي إله يضو بريهاي وطوغي فليعزم المسألة بريضا إي الدعاء يا الله بريغ هقو آمي ولا يقولن يوسن أوران اللهم إن شئت فأعطني الله ضاد توحيسي فإنه لا مستكره له فإنه لا مستكره أي لا مكره له تورى إلى متاه إلهي وح قصبها يو درقنا يو وح ككينها يو أما وح كحن باري مجره فإنه لا مستكره له أي إلهي وح قصبك رأى أما وح كحن باري أما عذادين يو أما وح كقو سنكر وككين كرا مجره إلهي سبحانه وتعالى مشي أدي سو وح قبتاء المتعلقة بحكمته وح بحنا يحكم إيو عد بكل فضل يتحسن إحسان بكل إبا شيء والبن ميشي صور دعاء أديكنا دنت هذا سياكايا كان رب وين كايا كان مصلحة هذا يحكورون مرك هذا وعذون إسكت دعو إلهي سجوا أن وحوي ديسو متفق عليه باب كراهة قول ما شاء الله وشاء فلان سدوك لو حباب يه إن لك هذا إن أتشاهده سدو إلهي كد دعو هبل الله ودونه نقد دنت خيرك رب يهرب وعليه هيدي سمال دوك لو لا ما أقول خيرك رب إيوه ركبوا عليه أو شاخلثوا نفس الشيء إلهي سبحانه وتعالى ملك الدونة كذب الضمض وحضونان الضمض وطبع أمرك إلهي كونك قدرك دوية اللان وما تشاءون إلا يشاء الله وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقول هأرننا ما شاء الله إلهي وحضونا ينقون إياه وشاء فلان هبل أوطونه ولكن قولوا لكن وحاتل هذا ما شاء الله إلهي سودونا ينقون ثم شاء فلان بعد مشيئة الله كدبنا هبل أوطونه مركو ربي دونه كدب مركو إلهي دونه يا دونك قلبي جيسان لغطور يا ربتان أو ربا أوطونه وحو إلهي ربي سبحانه وتعالى رواه داود بإسناد صحيح مركو وإن ثم دي ترتيب كأي رتبة إي الزمان كبا إنت بكينيس الله استعماله أو جمع كينيس أن لا استعماله ثم ذا سي مركت
ee taakhirki zamaniga ah ee rutbiga ah intuba waa ku jira lama ogola markana as daba dhigto shirkul alfaad baa loo yaqaan shirkul alfaad wakii saxaabi xadiith ibn abbas nin baa nabi maxamed inta uu nabi kala hadlay buu yiri ma sha allah wa sha'a muhammad marka nabi wuxuu yiri ajcaltani lillahi nidda ajcaltani lillahi nidda ma ilaahi baa dhigaal iga dhigto i garab dhigtay oo aniga rabbi baa adna siintay waa ku sidee ha dhihin uma shaa muxamadun dheh ha u noqon lama ogolo ilaahay marka iyo uunkiisa waxaa xataa la diidan yahay weedh in lagu kulmiyo aan looga jeedin macnaheeda daahirka addoonka markuu ugu leeyahay maasha allah wa shaa muxamadun wa shaa fulaanun wa shaa cabdullaahi wa shaa cabdi aynu leenahay uma jeedno oo addoomuhu uma jeedaan ilaahay doonidiisa iyo midda addoomaha siman oo isku mar bay soo fulayaan oo waa isku awood oo waa isku mid addoommada uma jeedaan laakiin weedhay waxay ku dareensiinaysaa macno aan munaasab ahay macnahaasaa la iska ilaalinaya baabu karaahati alxadiidi bacda alcishaa ila aakhira wuxuu baab yahay kooshada la kooday sheekada iyo hasaawaha cishaha kadib cishaha dambe oo kii maqribka aan ahay yacni in markaynu cishaha tukanno howlo kale iyo bardoodan iyo minqax iyo hasaawo kale lagu soo jeedo oon adduunye ah yaa la diidan yahay wixii arrin diineeda ama cilmi la baranhayaa ama masaalo la muraajacaysanhaya ama wadaad xisbigiisa weli aan dhammaysanin maanta hadda akhrinhaya ah ama marti kuu timid ood u sheekaynaysa ah ama xaaskaadii oo howlo idiin dhexeeya aad ka wada xaajoonaysaan caruurtii ood waaninayso xilliga ama xilli kale ajaanis u weyday wixii maslaxad diineeda way fasaxan tahay wixii howlo adduunya ah mamnuuc walmuraadu bihi waxaa looga gol leeyahay xadiidka la diidan yahay walmuraadu bilxadiis almanhiy bacda cishaai alaakhira waxaa weeye alxadiisu sheekada iyo warka weeye alladii yakuunu mubaaxan fii gayri hada alwaqti cishaha kadib sheekada la diida waatee waa sheekada iyo xadiidkii warka bannaanaa xiliyaha kale shay xiliyaha kale bannaanaa ayaa cishaha kadib la ogolay laakiin shay horaan xaaraan ahaa cishaha waqtiyada kale cishaha ahayn cishaha kadib waqtiyada kale ka duwan xaaraan ah haddana wuu ka sii daraya shaygu waajib ahaa meelahaas haddana wuu waajibaya haddii loo baahdo wey shaygii mustaxab ah meelaha kale haddana bacda cishaa haddii loo baahdo mustaxab buu noqonaya ee waxaa lagu diiday bacda cishaa ila aakhira waa hadalka iska mubaaxa in dembiga ahayn waajib iyo mustaxab marka loo baahdo xilligaa kusoo beegmana aan ahayn wuxuu yihi sheekhu walmuraadu bihi alxadiidu aladii yakuunu mubaaxan waa sheekadii bannaanayd fii gayri hada alwaqti xilligan xilli aan ka ahayn wa ficluhu wa tarkuhu sawaa samayntiisu iyo ka tegiduusna ay sinaayeen fa ama alxadiidu almuxaram ama sheekadii xaaraanta ahayd aw almakruuh sharci aan la kuhanayn la jeclayn fii gayri hada alwaqti cishaha dabadii waxaan ka ahayn la kuhan jira ama xaaraanta ahaa fahuwa fii hada alwaqti ashaddu taxriiman wa karaahatan xilligan cishaha kadib ah sheegii bannaanaaba la diiday kii horaanba karahaa ama xaaraan ahaa waa ka sii xaaraamsan yahay waana laga sii necab yahay wa ama alxadiidu fi lkhayri xadiidka la sheekaysto bacda cishaa il aakhira cishaha kadib la sheekaysto fi lkhayr wanaag laga sheekaysto ka mudaakarati alcilmi sida cilmiga in la raacdo kale ama la muraajaceeyo wa xikaayaati asaalixiin iyo ahlu zuhdi ahlu khayrka in taariikhdooda laga sheekeeyo si aad markaa ugu karar qaadatood ugu fahmaysato ood ugu dayato wa makaarim alakhlaaq dhaqamada wanaagsan laga sheekeeyo sida siiradii saxaabada iyo taabiciinta oo kale iyo dhaqanka wanaagsan ee carabta ay dhahayad oo kale iyo soomaalida iyo muslimiinta kale dhaqanka wanaagsan bale iyo walxadiisi maca dayf iyo martidoo loo sheekeeyo ilan iyaguna markaa laga qaado way kayaanayaan oo waxooga way isyar kurbaynayaan oo waxbaa ku yar taagan inda mariglada laga qaado wa maca taalibi xaajatin iyo mid dan doonaya loo sheekeeyo cishaha kadib oo nin muraad kuu sheegtayba wadaadow bareerut inaan kalahan rabaa inaan balwaxyar kula tashadaan rabay albaabka iga fur yacnii xaaju dalbaday adeeg baa lagugu soo duntay hawl baa lagugu yimid asna wa naxwi daalik iyo wixii lamid ah iyo wixii lamid ah falaa karaahata fiihi lama kahdo bal huwa mustaxabun waa la jecel yahay wa kadalika alxadiidu sheekada ayaa banaan licudrin cudurdaar dadkii waa caarid mid wax soo dariyey laa karaahata fii asaguna karaha kuma jirto waqad tadaaharat alaxaadiisu axaadiistu waxay isku xoojisay asaxiixatu ee fayow calaa kulli maa dakartuhu waxa aan sheego dhan
إني سدا كريم تفسير كان لجلني شيء كذا بعد عشاء الآخرة أي أحاديث سكحوا جسوا سكر عذب الشيخ ويري أحاديث بابا كنت ميت لا سمر بعد العشاء إلا لمصل أو مسافر روح مسافر كي أزوها بينك قرين أي شيء كذا المسافر أنت وشيء كيستنها بينك أي هرداء سكيع عينها أو بنانت عشاء كدي بابا قرين بقى إلى صلاة الفجر بيرعين السعودان عاور هذيس شيء كيستنه ويسيحان يعني هردا قوال المون إبا وضد كبيري مدبا برحو أنتراري وكتكي مدبا قيدها تشيري مدبا هاشو هوس تكيقل يهاراتي ما كده منتو قد روح صدو مركا الشيكة دا والله اسكتها وردا لسكي عيرية وعن أبي برزة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم نبي وحون كهنجرون نعبا هردا دا الله سيحضو قبل العشاء عشاء كهر يوال حديثة بعدها عشاء الدبديء لشكيه متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى هردا يوح لقى سور ربي يمتشره إن حنون وكانوا أستحملي وإذا مبين لما أقوله هردا كهر عشاء. وهذا وح كسور ربي هدي الله بينه سنعيشه كاتجين لما هو بكره يعني روح أتقوى الله حتى وكل ما بكره. تلفونك حتى أنا المغلي وإذا لقيا هردوين كقاركود. حلين تصيحون وسيحتين حتى سكوا استوقد فوقك تزوج. مرك أيضو عشاء هرتين لا سعد وكراه إلا لضرورة أما بعده إلا شكيه مسائل كابضن بالقص والربي متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء نبي عشيه بوتكذي في آخر حياته نولشيسي مالمي أدن بهي طبعا يقضي نبي عمر جيسي أيها بين عشنا تجيه فلما سلم مركو سلام النقص نبي كبحي صلاة قال وحولي أرأيتكم بل إيقوى الرمل ليلتكم هذه هبين كنا أصغى عاوة أن نجون العشاء وذاتكني بوجه الدنوي ها أقاذا لقوضا فإن على رأس مئة سنة بقول عاوة لقاب الله بقول ماذا حد مكا يحرنته وبقول سنة يحرنته لا يبقى مصهر يمتشوه ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد تدك عاوة النول بالنبي يقول تدك عاوة النول إلا بقول سنة هذا صوص عوته روح كنور أنا مهاي يعني روح عاوى النور وبقول سنة كبر سين نوران كان نبيك مجرتو عليه الصلاة والسلام قول لك قصو كان قول لعقيهم معلومة يأجوج يوم أجوج ويكبح هايان معي لوح لعقيهم معه بن آدم كي بشر كنور إلا يقان أنه قال يعني إنسي جن إيو عفوا قال يا مسلم بقى قال يا مسلم بقى حيلا حديثك حلوه حنباري على العرف المعتاد حنبو حكاها ليا ادمها نول اي السعوده ايمان كان روح كدران دلها هي لغا ورقبه فان على راس 100 سنه بقول مدحت مكي خيرنته بقول سنه عا ولا بلابو لا يبقى احد من نولان ما جوغي وي وممن دول كمد هو اسغبا على ظهر الارض اليوم دولك دشي سمانت كو تاغن نول احاديث لو دليل شدو متفق عليه نبي الله خضر انه صنولين هو هر وقلفي او دنتي او حجابتي عليه الصلاه والسلام ما يلي حدو خيلغا نولا هدي بقول كاسو غلايبا هدو هران النبي حجابتينا اولي صالح يا نبي والله اسكو هياي هذا وهر خضر دنتين هذا وام افو اسك عدا هذوب النورانا بقول كان نبي غويي بو كغلهايا ولي خالد كفهمه وقع تحديث ان لا ودو الدنيا دم بقول بي سي جريسا بقول اي سي جريسا اما روح بقول ضاف كره ما جري عمرغيس قاب خلدن با لو فسر حديث قال قولي هو خلدن وخا لو جد وا ما حي ددك عاوا نور هذا مين تكون ها ددك عاوا نور اي نفتو كو جرتي تقانا ابن ادم كا مد مقاني مد إذن لا جوغبا بقول سنة ماشي كو دمات نفر نوال ماي معجزة حين نقطة النبوية والله هاي كان النبي سيدا عليه الصلاة والسلام بقول سنة روح مدحك الله بحي متر الكاس يكون حيران تباش أنا إذن حوكا شيخ حوكا سدي حديثك النبي وشيكية وصحابة وحديثة وحديث دير كلاها اللي بعد العشاء لكن هو حديث ديني هول ديني توي. وعن انس رضي الله تعالى عنه انهم انتظروا النبي صحابه هبين هبينها كمذا بين النبي كرتين فجاءهم قريبا ويميت وحكوا
من شدر الليل هبين كلا بركي نبو صوت ضاهي وتكسدين بو حل كله هبين كلا بركي لحسع كله وقيمت. فصلى بهم صحابة بو تجيه يعني العشاء صلاة عشو تجيه ثم خطبنا بعد صلاة العشاء عشاء كذب النبو نأخذ بين نوم حاضري وحوطقنا فقال وحوري أما ونع وعدي ونواني ألا إن الناس قد صلوا ضدك آدمها دونك شوغا مسلمين تهواتوا كذين ثم رقدوا كذب نواسح دون واجب صدين وإنكم إذنكم إنتي نمسالك دحفر دي سوء الصلاة لن تزالوا في صلاة صلاة ما إذا كبحين منتظرتم الصلاة إنت صلاة كسوغيسين إنت تفردين صلاة كسوغيسين ضد صلاة كتشرة أو كلا أجر كتبا لذين قراهي الصلاة دي أجر كتبا لذين قراهي ما عشيها داتو كتيني إنت تسوغيسين أيد أنا جاي ور دور يسون رم بأجر كي صلاة بعدين سعد رواه البخاري. باب التحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي. حور شيخ وحباب هاي تحريم امتناع المرأة أنا حارانت هاي هو ندو أنا يديده يكرب تنتان تو يديده من فراش زوجها جوش إنك هذا طوب بعض إيه ما ويد هذا أنا يقول ديده أي كيف ديده. من أي حرام تاي إذا دعاها مركو ضل بدع عطده ولم يكن لها عذر شرعي عذر شرعي ودباتو حنون وشرن وأيسن شرن ويسكد وديده حيدكو عذر شرعي أما أهم حي إلي أنت هرب نيد ما أنت كرواتك والله فصحى هي مرك عذر شرعي وحنون لا أرك هاي وقبرها وش أيسن حميلي كرنو كلي وح الله المال. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل نكوها ضوية له امرأة وحاسك إلى فراشه قوشي سوقية له فأبد أيدي له أن تجاين اعتماده يشو فبات أوبر يغضبان عليه صوع رئيسان وكحم على هوشاء قصم يسي لعنة الملائكة ملائكة اللعنة يسون حريصة إلهي كديرين يسو هبار إسان لجي ده حتى تصبح إلى أي وبرسته وبريه. متفق عليه. رواية مسلم ولي كتمت كان الذي في السماء عليها ساخطة الله عرك الشراب وعرون هي أهوين إذاس اللوين أبا وعرون هي ملائكتم ولا عنديس. وفي رواية حتى ترجع حتى ترجع إلى هوشاء كلابته ويوذات كران لقى رئيسه حديثكم إن صوم الرأي وهو الخطرة هو الخطرة وهوشاء مرك الرقي رقي قونو كتا يسيد الراجحة رقي قونو كتا هوين إذا ضينين كذا يضع عبسطه ويده هذا ما عاو ما يمكن هبين دم بالله يقدره ملاك تطلع على ذي ميس ملاك تطلع على ذيس ما يسأل على ذي إنن لبح الله وداده الشجان لبح حكمه أي شجان حكمه وحكمة أيضا معقول وبنان كتالله الدان مرن بالهاي وحيلين دمرك الرجل اسمه ما حق الدرينك هو إنه أيضا درين يضمع منه إنن بي وداتك قن عنكرته لكن إنك الرجل أصوغه أسوقن درين يا دماء عشرين قبر ما قن عنكروا حسابه يسود ضبك لا يبعين يا ولك لا يبعين لكن أيده واحد ربيني أيده ربطه وذاتك ويقن عنكرت لكن أسوق يسود حفرين يا درين يا دماء وكحرين ياي مركوا إن لك هالدوه لا بروح نسكمت هاي نسكمت لقدي وشرع هذا موضوع قلبه أصل كذا وحويها إن لك لقاضه وحيابها كالدوان يسكو حكم لقدي ووحي يسكمتها حكمة سوى حكمة بنانك تعالى حكمة بنانك تعالى وصدرت يدبي فقط وكلا قادين ننك رقع أهدي الله كفصده وصدى وزنه وقدعه والرجمين من بايد هدو يهي محسن هدو يهي محسن هاي نوال تشيد لهي من بايد هوين شان أما طبانا اسكو قبتو ذات بيركي كحشرية إذن فقه وحيليه ننك رقع أهدي الله كفصده يهدان الله كفصنين بهدو قلب السمعيه حد كبا لقوه في محايا إلي حبن كيسو أود بميش وحنا ما قبطة دارين لآن نين عبسان هايو ولا قصبي ولا درقيانا دارين بك ميمات مربها دو عرفك الله بحوين ملابس هذي وحيليهين نينكم ما قصباني وان ندان ايزان هاي فانتان بايلت اوشو مركا رقي يدبر ويكل الدويه انا فانتان فارق ورد حيوم مان رباه هذا كفتان كالي قد هايوه حكمة كله للشيء وحيله وحيليهين نين كان سجى جورجي أقل كذي سدوا جوردان مير كلب حي أو أروس دكتاي أو وليم السمييو نين كان سجى بربوري مش سجى أمير كا دولة أنا سجى سيد كده وجاس كده أسيجي هون يسكو حكم نقول كرا حكمة أصلا وده ده الشيء
taa hadii la yiraahdo gabadha ayadu ninka guursatay ka warab ayadu guriga la baxday ay wuxuu dhan waxayso ninka tiraado ho dhiib anaa keenay iska dhe 2000 oo ma igu meheri oo meerki waaka tolka iska dhis waxay diyaarsato ayadu ninka guursata habeenkii wadaadku u yeerato haduu diido maxad kaleedi xikmada hadii la fiiriyo way qabareysaa hawsha نسأل الله السلام حديث كما فقه كله مهم جدا كجرة وفقاده كهد لأنه مهم جدا وحيليه أبو العباس القرطي بس يبعا قلت تكتك سدي تكتك وحوليه هاي رقب دانا وقلت ورنتي هذا بنا نكو سكي الله ماشا وحيكو جروا قياس الأولى وأنا حجة في العقائد وفي الفرعيات والفقيات ومحاين نكوضنا وحاين نكوضنا هدي دانتي الدنيا درانك يدماعي الشهوات اسك ضعيف كأهي gabadhu haday ninkeedu ku diido ay ciqaabta la kulmayso lacnad ilaahay cadaa ilaahay ay ka imanayso ka warama haday haweenadu ninkeedu ku diido arimo diineed na is xijaab na is astur na hadalka oo soo dhig na wareega jooji na caruurta tarbiyadooda salaada u kac sidan yeel arimo diimeed oo diinta ku saabsan haday ku diidana kasi daran bay culimadu dareenkiisa yarka ahay shahwadiisa haday eeday oo saa loo lacnadayo هذا كو أمر ديدو أي كو قعن سيدو أرهم الدينينا ويكسي الدران تيوى قياس أولا ويكسي الدران لأنه هذا هو شهوة يغرض عاو هذا ديدو محسك سوي كرا هبين دنبو اسك سوعين كرا يقول دن كرتا دي ربط انت يا ريلي هبين كي ولادك حيو انها تاقى أي كو حميسي يا ربي ولينا كعرو دي ملايقنا كل عنا دي سائلا وكبر أيضنا يكتبت كنت وشا يدا أرهم الدينيت ee dhaqankooda islaamiga dumarka ku saabsan ee wadaadahoodu kala hadlayaan iyo rag qaba kala hadlayaan ay ku diideen baa ka dambayeen oo cadaa ilaahay lacnad bay ku haleelaysa marka aad hala soo ilaaliyo dumarka iyagu aad soo dhawreen babu tahriim sawm al marati tatawuan wa zawjaha hadir illa bi idnihi wuxuu bab yahay tahriim sawm al mar'a haweenaydu inay soonto inay xaraan tahay tatawuan sunno sun sunnaa sunnaysi darti ay u soonto wa zawjaha hadirun illa bi idnihi ninkeeduna uu joogo saygeed marba haduu joogo afadu lama ogola inay soonto soon sunnaa inuu asagu idma mooyey way ka fasaxaqaatun baa laga wadaa waana wariyay radiyallahu ta'ala anhu anna rasuulullah sallallahu alayhi wasallam qaal laa yahlu lilmar'a haweenida uma banaano an tasuuma inay soonto wa zawjaha shaahidun ninkeedii oo jooga ay shaahidun haadirun illa bi idnihi fasaxisa mooyey inuu fasaxa mooyey walaa ta'dan walaa ta'dana وما ربنا أين إذنته ولا يحل لها أن تأذنه وما ربنا أين إذنته في بيت قرق سدد كرو أو سعطاء ما قرابة أم أهل كلا أي إذنته إلا بإذنه أصغوا إنه فسحموين هو يدي يا أبهد عدك الأسكاب الداي لبدي والدي دا شيء يدون وداتك أشيء قرق ما كيني كرت قرق أصغوا لي أكريستي أما أو مركا أكوقبه وإن هوش لك لدن بيو الله يحترامه هوين إذن ننك يدي والدك يدي وحاكو حق بدن ها منك يضعك حق بدن متفق عليه وهذا رأي الجمهور أدلون وتسيسا باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام أصوها الدوحة لقرب قبل النمو وينو والدي وغالبي أهل بحجرية ومساهرة ونكسن بلقرب رقم ونكسن مرح ونكسن بلقد دونية لكن مرة دي مدي من دي كتاك أي تكتو وين يقبرد وقاتو مواقفتي مقامات لك اللي هي فانتو باب تحريم رفع المأموم رأسه وحو باب هاي إن الله قال مأموم كن مدح سكر السوق هذا من الركوع ركوع ذا وسجود أو سجود قبل الإمام إمام كهرتي ركوع يا سجود إمام كهرتي إن تقص صوته إن الله قال يا خطرت كترته عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم متكين موسى كبقين إذا رفع رأسه قبل الإمام مركم مدح سكر السوق هذا إمام كهر أن يجعل الله إله كيل أبدله رأسا مدحي سراس حمار ضمير مدحي أو يجعل الله كيل صورة وجهي صورة حمار ضمير وجهي أوكالي صورة هذا وجهي ألوجي ذا متفق عليه إذن هل كاسي أما أوف مريسة علوم وحيليه إنه مدى النبي محمد مسخ إنه عاصك مرد عاية وحلوجي ذا ننك إمامك أنسوته سن ركوع لكته سن توسية اختيار يا قستوي ما ربا روحو قلدم يا سوي داغي ان انتم مودين لا توصيبو توسي كرا انو كو نوقدا لربا قول يا امتي في امام كورتو سان باي ماركا اركاي اني خلدمين باي سوغ هايان ما لما اوغل واد نوقنيس ركوع باد كو نوقن سجود باد كو نوقنيس
وحيلين وحوي روحي مسلم كا دغن كاسي كاس اسمي وحاد هلس ويان لو عقابه ان لو بدلو مسكحدي سي مانكي سي عقلي سي ضميره كلي بريد دبين ام نقضه حيوان كضمير كو دقن سن با لغادا عقلي با لغا ليفيا الى ان نقطه كالحمار في الفكر والراي والعقل لكن وجهك ضميرك بروف لا با لغا دغهيا ما هي يراده قل يا هوش جديد وحديث مسخ يا خصف تيميدو دن بابن سو غادين لكن خطابي جمعنا علم وهو الراجح وعليه مسخ ودعها يا والسورة بدلها لكن عام النقون هي ذات خاص هي قبسنا يسا مركا وعيدك إذن وعيدك وحكيمة دام مركا شيء واجب لغتك أما شيء حاران لغدعه معنه وحوي ولغوة مبنى مأمومك إن إمامك ارتئ وكتو صر ركوع لسجود وأنا حاران وأنا كبير من الكبائر بعدك كجرت الإمام من من دقي سق طريف وحديثا قصيصك شكيو وابو حوري وحان كسفري عراق لوكاس ان كتغي يا خراسان لوكاس كتغي مركاس رحله باغو ودي شامبان كبحي مركاس وحان اده حقاس يا خراسان عفوا نين عالم او احاديث لا برتو ايام رحليستي نينكا عالم كا مركي اي ارض و يمادان وحديثك و ييرنيو حجاب و خدا روح وجهيسا اركبا ما جرو حجاب و خدانيا حديثك وحكيريا وعلمك أمد أتبيا من وراء حجاب ظهر يده وين قداشي مركان أتبيا وذاتك حديث بان عن كي يرصدي يوم مركان دنبا عود كي رقي إشيك شيك يبو قرطم قاسر من من ده باها وحور مركان كلياتها نقوط مالين كلي قاية إمو مالين بان كلي أتبيا بور مركان يري هول بان ما انتكو شيكيا انت النول هاي الله كوكو دارشي روح بنادنا وشيغن ماني كان دينتانا سلو عبر قاتو واد فصحان تاي واد شيغي كرتا ومحاجرة ولده وحرين يا هيبور ويور رمو حويدة أنا ورد اسكرنا اللي يراه يا مالو حان صوفر يستي حلقو نين محدثة وحديث كو يريني حديث كي حديث كان هذا أبو هريري يريني كاسو الدروق بدن كو كاني سنة هبل وحكوا نوري هبل هبل كل بطن بوكا كان الى دور يتمن ابتر يحديث كان كلي يعني السند بوشي بيرا مقاسان كو قسلو حايري ور حديث كان انت سو ودي ابتر لو رادناي شو وحبه كما جرا بان سيري بور ما يرقور سد حديثك كوري بان كل لابتي هبينك مركان سخواغي بريبا انت سو بابا دمير انت كوركا دمير لو بدلي ماني كان وحي كدم بيي وحبرشان بلابي وحجاب كاسان حدا واني هذا الله يسور حلاي السنة يورو حديث كلا جبرنا يو روحي أك أم فامي الكوسي خاص كاهي نمت شرو مضحيق وكا نمد وحر ما داهي بفيد شيخي مركز عن سكون حفر رأيته رأس حمار في جسد إنسان حنقيب ضمير مدحيو كل ركبا شد بن آدم ندبا كشيكي علمنا الحديث ما كان شرح يوم وشيكا واخطر وش اسكيل سنة يا الله فوضي سنة كي ملحد كآية وابن كثير كان البداية والنهاية حديث استنجد النبي وكشيكي صحابة ورين جرين بو يوفر استعمال وش مقاس وقور صدي مركز دنبو روح عن دونان مرسل دقح يوم يوحاس دنك مالي هنا ماش هاد دنبو عن دونان كترينا آفا دبادي كصوب حضي حديث الله مقر صدوه اسكا إلالية شيء النص قاعدات فانتنا إلهي فلقي ويكو إلهي كحمد هذا فهم ويدنا إله إفهان سيدا لكن دينك قرسك سئي درابي ديس اسكا إلالية باب كراهة وضع اليد على الخاسرة في الصلاة وحبابي هاي كوسك الله كوضي وضع اليد على الخاسرة دعانت إن الوقف صدك ليها دعامها إن كليها الوقف صدوه في الصلاة صلاة قده هذا أدو تكنية كليها لما قبصده ما ممنوع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عنه صلى الله عليه وسلم عفوا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصر في الصلاة نبي مدح وقرب عن الخصر أي الاختصار كلي قبصك في الصلاة صلاة الله قبصده صلاة قده هذا الله قبصده متفق عليه رواية مسلم حيث نهى
أن يصلي الرجل مختصرا نبو مدحو كرهبي ننكو إنو تكوذو قفك مسلم كأسوك اليهيست رواية أبو داود نهى عن الاختصار في الصلاة نبو مدحو كرهبي كليا قفسك صلاة كذيه هذا إلا ذا اللود دينا لبعي اللي النصوص الشاكتي من ضعف بأخوج منا نصب بكوية متسوغان من وامحي وفعل يهود يهود رغن كالا هيد يقول تكنية مركي استاق كوير دالان وحضورهم بس كقب قب إيه كليه قبصدان كل ذي قبصدان إذن يهود سان لو شبهين رقم كذا حن كأه عبادة يكون حسميان عبادة الشيطان إن الله إن له كذا الذي دنيا مد الله بعد إلا ذكر الشيخ أهل النار كأكون نصة أهل النار كمرك العذاب على كقبته كليه قبص جي حيو نفس مودان طمر كأنه مرك ير دالان أم يستاق يكون دالان بي قبصدان رقم كضمر كليه يهود رقم كذي إيو أهل النار كإن اللي شبهها لديدين لما أقوله وش أيضا مدك عليه روح كليها هيست روح صلاة كجرا وماكو روح إسكا شاكين إياه يوقي هاي باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تطوق إليه أو مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط وحبابي هاي كراهة الصلاة صلاة إلا كوضة إلا تكذان إلا كوضة إلا تشعلين بحضرة الطعام راشين شو قدي راشين كو لك ينال زور دقي صلاة إلا قولو إلا تشعلين وقرمة ونفسه تطوق إليه نفسه أي حيوه وشعشها تطوق إليه تشتهي إليه باللوجه ده هدي راشين الله صور دقو صلاة إلا لاقيم واتقلي سهدان راشين إنا بأبهنين بودات كوليها ووحي آذان دانك الله هاي هدي لكن حيوه عليه دكات آذان إيسو والرشين كمرنا فير مرنا قبل هذا فير ليس مرجع هي هذا صلى الله ما أقوله تطوق إليه أي تشتاق إليه أو تشتهي إليه أو مع مدافعة الأخبثين أما صلاة إن لك هذا أذو سحرية كذا أي كل بيان العلني وهما أخبثان كنا والبول والغائط وكذا سحر هذا هاي إليه وحنا نروح حلو ديدا يا خشوع بباب إنايا خشوع هذا مرجع كذا يسحر كل بيسو أما يكاسو فكتاء يجع العلين تو أيادك مشغولي إلى بديده والرفاد دبا مركز الصوف فاروق يو أنت صو حاجة قدرته أضو أنا وحوك لي بيني صلاة تكو إلهي سي وناكسن أبارة وهرستا لشين كون واسد وكله حال ربا قلب فارغة إن أتقوش صلاة أتخش عضو أض واحد آخرنا أي واحد إلهي كبري أتكبر عن دكتو مركز أنت نفط وحول أنت شيطاني نفط كل قبسنا مركز أيادا هلسوي وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة صلاة مجرت رميسترن أما ما أصحيز على رأي ظاهري لا صلاة صلاة رميسترن مجرت وكاملة بحضرة طعام راشين جوغدي ولا هو ولا صلاة صلاة مجرت وهو ننك تكن لهانا يدافع الأخبثان لابده حماي ريحة يانو يمركا أي لبايا رواه مسلم إذن بعض أهل العلم لابده حاله هذا المرة قصوا قنطاي صلاة ما أصحي سيكوتا قين وظاهر النهي بيقبسدين ظاهر النفي ديدة للديدي شرعه هدوح أنفيو الديدنا نفي الحقائق الشرعية اللي وحن باري بيلي نفي الكمال لما ونفي الصحة الشرعية هل قصي الله مرين حلو قبل شو اللي نفي قمرنا نفي الكمال بنقضى شرعا نفي الصحة نوار نقضى لابد النفي هو شرعياني ويمحاد متكود قدورتين صارف مجريدهين وقالكاس يقولون كذا جوابين مركو هؤلاء علوس هاجلين وإذا دنا وحيلي أنا قيمنا صدق حق بعض نقدمنا صحراء ذي كذا مك كوري حياة إيو مك راشين لصور دبو حالا ضاد ولا واصدق قيبود راشين كباهي بعض وما قبض ما نشعلت لكن هذي الغوف الصحو وأذكر تطابا مرك بلا كراهة مثلا ده قبل بيده لأنه وام هاي راشين لكيني إيو إن لكيني بوايس هو كامد حالات الله بعض وحيد إن راشينك واضربت لكن باه ساسة وما قبتت وكراهي دين مرة وامعي نفط وكعب حيس إيش هذا وحنا سجى هين با الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سام بالله ذا روح أجمر أبو حدي مكاقطة بسد ملاس عمر تامي ودعها نجاد سلام ما تالي وحيد إن باش ندور عرض سعد ساقلو هدو كان لكاسح ما يزيده صدح له حاله وقيمة سحر ذيك هذا نواصدة هذا الدريمة هي كذي سحر الدريمة لكن عليه بقى أوزن شرين وكراهه هذي آت كوري حيانه بحيث أي صلاة كام مشغولين ليه زائدة حقنا أتكبر قيسه
inay ba ku soo dhaaftana waa ba xaraan salaad inaad gasho marka iyada dad gashana ma saxaysay dhe haday ku dhibaysay laakiin waxa baqitaana uu san jiray ama ay ku soo dhaafta ama ay dharka nijeeseysa salaadina aysan ka mashquulin si xad dhaaf ah ayna waxay dhan waa xaraan marka waa karo waa xaraan iyama ba saxaysay kale yiin saddexda tafsiir wada hadda sheega mutaakhiriina laakiin mutaqaddimiin tu idlaqa qurun bay taageeyeen almin waxa way salaadaha loo meel dayo هلا إلى ليو أيده شيء كلا أو قربنا يو أو ريحة يو لما ما في عنا صار إن لقلو بابنا هي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة ريبد الله يسكر ريبي إن ده ينكر لوقا هذا صلاة الجودي هذا بنان كان مركز كده عايزن عرك ضل في رسوكم عايزن وحلو هو هيستو حوي ولو هو بنان تاني مركز عايزن عرك يضل حساتي هذا ما كان بنان كجوكت لكن صلاة الجودي هذا لوقا لي صلاة ما يشد كنت كنيسة إيجيسة مكان السجود كذا في رنيس أم هوسبت إيجيس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام قل يا حاله حالك ذو محوية هي يرفعون أبصارهم أرقوا ذكر لك هي إلى السماء حق عرك في صلاتهم صلاة الجوده فاشتد قوله نبقى ويدي سي عن أنت سبع دراتي في ذلك أرنا قصر نبقى آد بلغا نور رعيب صحابي كله حتى قال إلى أولي لينتهن ولا ويكهر هيان ويدين ينكر قادي عرفير انت عن ذلك ارنك ازغا او لا تخطفن ام وحال الضفيا ابصار مرق ودا لقا قادين لغا مدوبين ولا ان دترياو اذا وهو العلوس نبي واد ياد اوغا اوغا دغاي رواه البخاري يعني خشوع لام بيتو سيسا نك عرك اسك فيرنيا نين اسك برادلو ان صلاه بكو جيرين بو اكانيا وقبلة الدعاء فلسفه انت اسك ديسو هلكا انت ساده غديه ما كد كجرتو هلكا فيري قد بنان كتكتو حليس ما عيد رواه البخاري باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر لغير عذر عبابي هاي إذن تنوى محي تاهوري عرك إلا في الصلاة وكبير من الكبائر محي إلي الدين لدين ومحاكيمة عقوبة دنيوية عقوبة دنيوية وحي تستا دم بيقو ميشو تشوغو في الشريعة تستا مركا الله يسكي إلالي صدرته والغتري يا كبائرته وذا دا كتري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات ملعسقة قرد يموت إن قرد الموت حقي حق في رسو أما تسلع ذو الشيطة حقا وحقي أكتو أيام ويديت الحكم كذا في الصلاة سادة قده هذا إن لم ملعسقة أما الله قرد يموت أما الله تسلع عريرا أيا نبقى ويديه فقال وحوله هو التفاتك اختلاس ضفد ويروح شيطان وصلاتك هذا فهي اختلاسك لما معنى النقضاء ومرنا وإن شيء سي قرصون لغو الضفاء ليلة هذا سي برير وحوق إن لغو شيء اكتنوى ليلة وغسب النقضاء إن هذا الشنع إن وحي أود لغا قاتو لغا لطاقنا والي هذا إن لدفاء وفري يصل شيء لغو قاتو أركين لطاقنا والي هذا مرنا حكم السرق قاتا مرنا حكم الغسب بقاتا وكلا دوية هو التفاتك واختلاس ضفيد للضفاي صلاة دي خشوع دي أجر كده لقاد دفع يختلسه الشيطان شيطان كو قد دفعيه من صلاة العبد أدون كصلاة ديس لينك أدون كو صحنا خشوع دي مراقبة دي ربي يهوليس كو أدنا أطوسنا يو كاد دلفنا ياو وكاد دلفنا يا هوش بو كاد انتالا يا قرشي بو كاكا لطورا يا روح مركو وين يديس إلى شدو مين لغوصن أبحن رواه البخاري بخاري بحديث كوريي وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله رسولك لو يحيي يقول حديث دير بو هاي وصو قابس هذه ما نووي اياك والالتفات في الصلاه اسك الى لي انا صو ادق ايو ملعسك غارد موت كنا غارد موت اسك الى لي ان هريرها فيرسو ان دعيده جليعدو ادك الى لي فان الالتفات في الصلاه صلاه الجذوه وخ لو ملعسدو لو غارد موت هلاكه باب وي وهلاكسن ثواب كذا هلاك سمي هكذا مر وحوى الشيء إنه فرارة كبحه وروح قال عندي وقله هب المال كي زاوي وخساري وهلاك سما الله بمعنى حولي سدد كلا قاتي نين دين وقاتة نين كرعة نين كخائمة حولي ويل وينول يهين لكن دعان كلا يكورين هلك والي هذا هلك عني سلطانية قرآن قوي كتب من معناه هلك مر وحون نقضاء روحي بأنه قد انتبه وآقب شيء باللواية هلك فلان بالغرور هب الوارد انتوات تقوي لما هي دون قبوة كتبه مرة وحون نقضى شيء أجر قيب كمذا إن الله وعو ومعنى هذا حديث كوكا الله فإن الالتفات في الصلاة هلكة وباب يبربرو
salaada de dhaawac ba gaaray way fa in kaana la budda hadadan milix sideeyneeni iyo gardaymood adan deeneeni fa fi tatawwi salaadaha sunnada un hagalo la fil fariidati farq yusan gali راه الترمذي وقال حديث حسن صحيح سداس الترمذي لكن سدا كتبتي سكو قرن الترمذي انت انغو ان ارغنا حسن غريب يراها حديث لبا ميلود بو كسو عليا لبا كتو 286 بو كسو عليا هلكن سكون او كو شيغا او هدا محقق هوستو كو قرايو 589 بو لبا كو كينا وانا حديث دهر وحنا كيما هذا من طريق نينك لو رجع علي بن زيد بن جدعان القرشي علي بن زيد بن جدعان عن سعيد المسيب عن عن انس بن كوريا طريقة حديثك كيما ده حديثك علي بن زيد بن جدعان عند الجمهور ضعيف عند الجمهور وضعيف إطلاقا سيد إطلاقا جمهور نو لكن ترمذي علي بن زيد بن جدعان حديثك سووه تحسينيا مرنا وبتصحيحيا سوحوا أركا إنه ننثقاء هاي على كلام في بعض رواياتي وأحاديثي أنت وحادير سماع سعيد المصيب عن أنس بن مالك فيه نظر وحلوه بدن يهي أنه لم يسمع منه شيئا بيودا دمارين ما سعيد المصيب عن أنس هو كمان بقلب إليه معي إلى أنس واجد وكي حقا يبصر يلوك يعرق أول سعيدنا مديني آقاس وسكفت لي لبضع إلا حذك اللغو الشيئا لكن مراسيج سعيد المصيب ويحوق بدنت عند المحادثين إلا ودائل لهم وحجة بالاتفاق اجمع سوق قرشا إلا الله مركو حين نقول إساء زي علي بن زيد بن جدعان بحديثك كتشيرا وانا حديث اطول دير وذا كاضي حديث كان بضن قضوا ضعيفيان لك الترمذي تحسين كيزون انكو دينه بمعنى انك على قاضو صلاه السنه هي فرضك اذا وي كادرين وي حكم كراك تصي حكم كراك تصيو التفاتك يم العسك اما سنه هقلو اما فرض هقلو وهرته وخطر صلاه داعب وقيستا لكن هدو واحد داعب وعميو سنه هدا وعنتو النبي يقول ما اها اللغوف صحاي اللي يقول لي يا استاذ سنة وقاردمتك وكوفة صحيحة وشو ما هذا يقول التفاتك في الصلاة واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد لكن وحل لك أحد يبقى لدرن من روى الرأس المال من روى الربح صلاة سنة هدوك قالوا ربح يبقى لك أحد وداو عكاك قاري صلاة فرض هدوك قالنا الرأس المال كبار داو عكاك قاري ونبي قوي شيء هذا يا سيدي وإذا دم التقرير يكفى من الشافعية سنة إنه يفسحان تاي قاردموت ويقول ساكوها يا داركي تا صح ما يدو حديث كان متصايو ما لك كان مجرد باب النهي عن صلاة القبور وحبابي ربيد الاسكر ربي إن حق قبر قلوت تكوذو قبلة أكا كامرو حق قبلة أكا كامرو محايا لخطر بي كجرت شافع با أمك كه الله وحور وهديب قبر حق سلوت تكوذو ما في عنو وانا نعباي فتنة كجرت آدم هضمان ويداوعي سعقيد دين كذبور ورندي حديثا ودليش هذا عن أبي مرثد كالنازم الحسين الغنوي قال وحر صحابي قاس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلها أتكن إلى القبور أي إلى جهة القبور قبور تكون قبر حقي بالروح أتك ذي يومتك إن قرما لورنيا عرفي قال له عنيا عرفي قاعدة مثلا دمسالك ما يشنكو يالو قبر قنو ينجر كيلومتر ما شن بقول متر قريان ورد حيان وحقا نقجره لورن ما هيو قبر قال له أتك ذي وأمره كون مغضي هرطة ذوك عليه وكو آدنيا لا تصلوا الى القبور حق قبور تاوتو كننا ولا تجلسوا عليها قبر ان لو دول فريسن كركي سنتي لو فريسد ان لو شيكايسن واخر موغنموي وعبسلان وحرم ضر روح مسلم كا اي مشو خبالنا هاكو فريسنين او هاكو دول شيكايسن هاكو فريسن ان لو حاجه غدنينو غوب لو كاجا ام لو سخر ان لغا دغ رو مسلم ويزون نغون دون ارماس كوسابسن قبرغا ادلكو غونن وكين دونا إذن هؤلاء سواء مع لبنا لبنا معنو نبي قصو دراي هؤلاء خصي سدد كنون نولا إيه هؤلاء خصي سميت كي بنا بقول بدو كهالله ورينك حق قبرها قبرتها وتكاننا أيادونا حرمة المال حق قد عنا أو حق فريسنا حق حد جد بنا حق حاجة جدنا حرمية صلاتنا كإلالية سيسنون نقولن أصنام العبود أيه أما أن لهم إذن أدوين الإنسان أما صورة أهم بعد أن أشبهن قال دي قبور طب مبونين جرت باب تحريم المرور بين يدي المصلي وحبابي هاي إن هي حارانت روح التكني إن الهور مره روح التكني الهور مرت قدبته ودقوي سورتيس وعن عن أبي الجهيم وين صومر حديث كدور كور عبد الله بن حارث من صمة الأنصار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار نكم مر يهدؤ وقال لها
بين يدي المصلي قفك تكني هرتي سي وجهد سمر يا هدو اوغان لها ماذا عليه وحصارن قدام به مشى وكلك المي خطرته ولا كل مي لكان ان يقف وحي نقول له انه تاغنا 40 افرتن سنه ان تا لو بدن ياهي خيرا لهم اذا خير بدن من ان يمر بين يدي انه مصلي هرتي سمره روح مسلم كا اي مسلم تكني هرمريا هدو اوغان لها هرمركا دنبغا اوليهي اي عقابته كلا كل ما ياخره افرتن سنه انو تاغناد اسغو سغيا انتو كان صلاه كدمهيسنيو تاغنيسا او دااملهيد افرتن سنه او تاغناد دنبغا او كلا كل ما هي ميشا يدا هي افرتن سنه ما كان ماشي تاغنت اي دنون با كادومي ديب ما او غار هي مو دنب لغو قري ماي لكن ما كاد غيسو دنب علوس با لغو قريا ابو جعفر الطحاوي حديثك في كتاب المشكل بوكو كان هو شرحي ادل ودلي شده وحنا الرجحي 40 داس اني افرتن سنه ادلنا كان صدق على كلام في ثبوتها. قال الراوي روحي لا ادري قرن ما هيو قال النبي انه يجري 40 يوما افرتن مال النبي انه يجري او 40 شهرا افرتن بلود انه يجري او 40 سنه افرتن سنه يجري ما قرن ايوه متفق عليه افرتن ما هذا حصول ستاي انه نبي افرتن سنه يجري انه افرتن بلود يجري انه افرتن مال مدبر يطبع هبين يجري ما حصوصته اذا شر حكومية خير حكومية لا شر طوقة ويسكا إلى آلي لو حال مركب مركب ويو نين قفك مسلقة تكنا يا هذا سطر أتالي اظهر مرتي دمك كل جاب هو أجيهاي سطر أتالي قباد يربو دكتي واظهر مرتي أصي قباد كده حيسيب مرت وحد دم بيا ماشى كي ما أديك عسكلي أديك مريبا عسكلي أنا قد تكنا يا شغل كمالي وحكروا شرع شرعني بنان إن أسكك عليه ما لو ان مساجد الاسكود لو مغلي سن سنك الاسجبي الى ودي كو داتاي مساجد اسلي سو ما مغجين صبي عضله سو داف مساجد كي داي سو ما هين وداد با صلاه لو جيرو او مصلين تو كان هي امام كان تو جين هي سو هرمري صفك مد با عليي قله الفقه ودي با لا موقت كي وي سو خمبار و خو نغ ليهو امام كاس تو ركو صلاه با لو جيراي هي فرح كو دفن وي عليي والصوم مقيقي سمبروغ بشري هاد هاي يا جعلي سالد ومجري المياه سالد بلو مجري على يديه هاي 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 أصلاً إنه مر مر مسوي جيتة وكله. الله روح قبل لكم مدي عيلة بالقويري. مكان سكري عزو. إنه عرال ربي. هكذا وقف سني. هاي. نسأل الله السلام. أروح يقول شكية بوا. صلاة بالقويري يقول شكية. خير إن شاء الله. خير إن شاء الله. مرك هذا يسود كوتا لو دنبيك ككهور مرين باعس كالي حقنا وعدو هذا نذكي علي فإنما هو شيطان ترتيبا الله علنا يا إله وروح مرك أسوء السوء حمبارا موي هدي لكن سترى إيسن كوؤ لين إنا كافقا أنا واجب أنا كهور مرين هدي لكن أنا كهور مر أذيك تكن يكيو كهور مرين سكو دنبي باتين دنبي هو وذاكتان هذا قبال لعان أمد خطر قلي صابا نون نقطي لبدا وإن لك لفهمه باب كراهة شروع الإمام في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة سواء كانت النافلة سنة يا حمان كبودة باب كراهة شروع المأموم عفوا وحباب يكوشة الله كوضو إنه مأمومك باللعبة شروع وابتداء مأمومك إنه باللعبة أما قدق له في نافلة سنة باللعبة بعد شروع المؤذن مؤذن كنت باللعبة أما قدق له كذب في إقامة الصلاة سادة أقيم الدادي لما أقول روح ربنا إمامك اللتو كذو ومسادة جماعة اللتو كذو مربى هذه مؤدنك أو باللابة إنه أقيمه سنة باللابة بالقوري سواء كانت نقطية كانت النافلة نافلة باللابة سنة باللابة سنة نقطية سنة تلك الصلاة سادة الله أقيم سنة نقطية كهرزي أو غيرها أما سنة كانت نقطية كرقات ملها أما سنة هرا الغولة هالنقط أما مدن صلاة الله قيمها يلتي وكادي
الله أكبر تي يكون عافني حرشة وكذا فصل يقول دحين لبلا صعود بابا آية وإن سنة يلا كلا فصلية للرب واجباتك سيس أي سنة سكود دقين سيد أهل الكتاب ما بقول آد وقعد قال مكيس صحابي كويدي سنة الفجر كي سكود تشي يتي يصعد الصباح الصبح أربعة بيقول مساء الصبح أفرت كان يسواك سيده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قال نهي ونوى نهي كراهة عند الجمهور إذا أقيمت الصلاة صلاة هذه لا أقيمه فلا صلاة صلاة مجرت إلا المكتوبة تن لو أقيم مويين تي فرض قائد مويين رواه مسلم لا ما أقول نفي عند الجمهور أهل العلم ونفي الكمال نفي الصلاة وكاء صحيسة سنتنا ويا صحي فرض كنا وأصحية أجر كبار نوع جارية وهذا وحكوا حمبارين ما بقنتمي سبا ما أصحي سبا حتى مالك بلغس وقوريا مركز القاسي تاقن تاي كفقوا سيضا ورع وحاول شيء هذا مقاش عبادة أو كساب سنية أو فرسو شيء هذا عبادة كساب سنية علماء المسلمين تنسكوا خلافان ويبنان تهي ما بنانو سيقرون يا سكعر كفقوا عبادة وهلك معاملاتكم سيضوا كالي وحاران يما يوا حلال وكراه كفقوا تورع واسدة وهابد لك بقنك صلاة بقنك عباداتك شيء وبنانيه بس يكفرين يما بنان لسكو هيا ويمرن هيا سميدا رادة خذ بضع جمعة وهابد كينيا جوكتور دان كو يورو قلبيت مسايدي كنت كذا إصلاح وهرأي وآيان با وآفده يغان قب الله بي صلاة جمعة دا خذ بضي دو شرط لصحة الجمعة شروط دي كمتها مواجبات كده كمتها أفعري بس شرط يما يأفعري ويكوا صحي سايا وحكا لسكوها يا وحلو بدن يعلم سمتهم حقوا بدن إنه سكوا صحي نوحن عربي كاهي خطبة الجمعة وحن عربي كاهي إيسان كوا صحيين بمعتمد أه هذه ددك مسلمين تي مسايدك كنت كان يا قيب كمير عربي يفهمها يا مذهب الشافعي أساسا معتمدة حنابلة أساسا معتمدة مالكية أساسا معتمدة حنفية وريفاريس وإيرانيين وحرب اللغوطة وقالي يا مران قوناك يعني وأنا بدع في الدين اسكوه قادة هذا بدع في الدين حلق النبي محمد حلق الصحابة تابعين السلف الصالح إلى أبو حنيفة وسوء إيمانا يي ولي لغم خد بين أفأن عربي أهين مسلمين تنو وحيفون ويطيان أولا عربي لقاء قونين أفغانستان قرما لقبت كابول مسلمين تحي كتل صحابة كتل ليس إيران وهر الله نافيبا بلاد العجم وهر الله قبتي ولي قونا مطبعان أني من عربي أنا قونين بلان باشو أف صوماليين أمانو بورنين اللمدين الخطبة بغير العربية وبدعة في الدين أهل العلم وحيسكوا هيان يعني عربي وحانكم ما أصح يسي وبطلت إيو ما يويكوا أصحي وهذه يا أخوان محيط دورتين إن لقوا خطبة هل بقى يدين شيء قيب طوري عربي كرد يقان وحي قدم بي إسكا شيء كيس تلفون قن إسكا وات هوين كنا شكان صدا وحي بنان وكانت فاتن بيلت يا اسلي دحيل هبي ما لو مسادن كو خلدمي جمعي هذا الصوره في 100 هي مسادن كو خلدمن موداي ان او قمي هي ام بوغاك سدو نو نوغو وداي اف عربي قيمه بدون سا اولها ام بوخوري ولا ليال قران كان اسكا اخرستانو جزء يدمنا ور اسكا اخرست وركو واسدا اسكا الى عليا ummada haday noqoto way banaantahay maya waa waxba ku asix maayo maxaa lagu qasbaysaa fudaysiga diinka ku jira ka dareemaysa fudaysiga ku jira culimada muslimiinta waxa uu badan yihiin ma asixin qudbada ra'yi dha'ifa wuxuu leeyahay way asax maxaa ummada ugu qasbaysaa bal infansiya iska baday maxaa raajic maan waxa loo batay kuma asaxayso madhhab yarba qaba ala kalam fihi way ku asaxaysa ومد المسلمين تهي أغلب كده محل وقصبت إلى قعوتها إلى يبي قلبين إسكا إلى ليه يا
waa diktator way dhaafeen ina mar anagu xukunku u qabtun bay u baahan yiin kaliya iska ila wax badan oo howlahaasan ogaa wax badan oo howlahaasan ogaa yaan lama dir raacina muslimiinta cibaadadkooda raayiga shakhsiyadu waa leedahay ummada ku qasbin ee lagu xoog badan yahay ummada u meelday diinkeeda iyo cibaadadeeda باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بالصلاة وحباب هاي إن كراهتها هاي تخصيص يوم الجمعة مالك الجمعة إن لوجون يولو بصيام صون لوجون يولو أو ليلته أم هبينك الجمعة هبينك الجمعة هبينك كذا بصلاة لوجون لوجون يولو وحلقها الله يو وإن هبينك الجمعة فلقي يسا أضل فرصة عبادة أجونية صلاة أجونية مالك أنا أصون لفرصته هذه أديك الظروف تاضية كان شهادي وكسها قاعد جمعها كلية عقوق ما يصنوا لحد بيع كلام مشغول صنطاي ما عليك جمعة فراقها شا شنجس تبنجس لبا تنبض آخر ذا طبعا كدمرة جمعة كلا لسه كتب عقوق ما يصن لأنه فراق هذه كان شهادي لكن إنه جمعية هاي وعيد الأسبوع هاي وما لين فضل بدن أي تاي عبادة جوني هذا الله ما أكتب بدعوي كالغالة مركة نما الظروف كو قبطي نن ما غي او ما اسق مالك ما غن انا ورت رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قال لا تخص حقن كقدن معناها اسق الفاظ حديثك كتسيس اختصاصك هو وان اد اسكم مشقيس او قصد تخصيصك وهو ملك لا دغي كرا عبادان الله ما اكتو جمعه هكو قوني يلين الليلة الجمعة هبينك الجمعة بقيام من سوچيد عباديس من بين الليالي هبينها كالي سكرود ولا تخصو هكو قوني يلين يوم الجمعة مانك الجمعة أنا بصيام من صون من بين الأيام ما المها كالك كدو ونما سكرود إلا أن يكون إنو يهيب موين في صوم إلا أن يكون إلا أن يجدد كان هذا طمع ديه جرتين إلا هلاب موين أما أشيق أو يهي ودعو تخصيصك ونقض في صوم يصوم أحدكم صوم متكين وصوم جربا كصوب بيغمي وام هاي عرفا كصوب بيغنتي عاشورا كصوب بيغنتي ماني نو صوم جد مالا وافوري جرتي جمعة كصوب خميس بطلع افورتي جمعة كصوب بيغنتي صون عادة والله ما هي لي تخصيص تاني ما تخصيص ما ايه وسكاكا عادئون انا والله ما ماغن رواه مسلم وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم وحل الديدين وإفرادك مقصودك إن صون عباد الوقون يلو قل لها تبليغ حديثك ملبيك قد عونه هبينك الجمعة كقون يلان فكر الدين هؤلاء إذا ذاكرت إذن تبليغ ما إذا أنجرني لما أقوله شاس جوجية ما المها كالقلية أما وروريجية هبين فكر الدين جمعها كدقة هبين سبت ذكو آدية هبين كالخميس تكدقة ما المها أقيبية ما قتان كان هبين كاللما قيو ما وراك سنو وان أخوان هين وان ما قجر هبين كالجمعة عايزون هبين بلا سوى جروا ساتويل أولهاس اسكائلة ما فعلوا جمعة جوجية لأنه وعادة يهودية ما لما قونا إن لما أقول عبادة لا هذا واردق يهودي نصار لغا سوء قاري صادر تيد ما لك اجتماع عليه هنا كلمان بيهود سوء مجرين ما لما هي كلمان بي سوء مجرين نصار هذا هذا هو يقول عيارنا ما لك أحد وي سوء مجرين هذا ما قانين سوماين كلا شهادين توي يهودنا ما لك كلمان سوء مادان معابد سكوكو تانا وي سوء مجرين يوم اجتماعهم يوم عبادة كده مجرين marka in habeenna gooni aad ciyaad la maago nabigu waa diiday ciladaasuna ka carray ummad madax banaan oo mustaqil ah oo diinkeedii kitaabka madax banaan nabigu ummad ka raba ummad haya raac oo daba dhona oo ummad daba ordaysa lama rabo kan shamaa anaga ahaan jiray oo ka tabliq ma tiidi anaga 44aad baxnay adoo hadda dowlad ka soo horday هبين نبضون لقوا آدين كراجرة هبين كفضل إنسان أمة جرة وين فرد جماعة تبليغ ويدية فضل هبين كان يكوير بيجيني لكن هبين كان جرين كرا جدول كتيم تبلك أداب بدلي كرا سواحد يكوير ما
أذوك وحنا يبدلي كرتا أعماش آت قريس هابين كخميس تا يا جمعة أوري كرتا خميس تا فكر الدين كده جينا فكر الدين محا جمعة كوكلف تبلغ وعي كار أنا إذا ما هي سيد وحبا هذا وذا ده هذا قدر تاس كده أذوك وعن عن ابن رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انت كفتم وي لا يصومن احدكم متكي سنسوم يوم الجمعه مالك الجمعه الا يوما قبله او بعده مالك الجمعه صوم يلو غونيين ان مالن لغه ريسيو اما لغه دنبيسيه موي متفق عليه حديث كان قول يا اكو خلدان معاصرين وشغل باني كمد هي مالك لغه هرمرن رمضان جمعه انه كدغنا شرط ما باجماع الفقهاء يوم يكون ملاصق يهي اليوم القبلي او البعد ان يكون ملاصقا للجمعه وحقب مجر وباطل وراي فطير لا خير فيه تو هذا انا اربعه صوم جمعه وان صوم كرا انا صوم اثنين احد وحن صوم كرا جمعه انت صوم يا انت ثلاثه كحجين كرا مالك انه كدغانا علماء قبت مجران لا من الصحابة والتابعين والفقهاء الأربعة وأصحابهم خي وادو باللوغي ويسك إلى لي متفق عليه وعن محمد بن عباد عفو محمد بن عباد قال سألت جابرا جابر بن ويدي رضي الله تعالى عنه أنها النبي قل يا وحكو كلفت مكي فقه قاس أي لطك خلط كأي قاتم وحكو كلفت ما أنك جمعانك الصوم أسوق النهي قان عقين كرد عيه صومة لا بمد بواجب كوا إنه أفره يا إما إنه سبتك حجية وباطل وإن سبت الوحجة وباطل لا يقول أحد أهل العلم قبل هذا العصر إسكي إلى لي وحنكو حجين كرا أحد اثنين ثلاثة خميس ما المهار دنبور دنبال لوجي أسبوع عكد دنبالي أسبوع عكد من مال من كراعي إلى الفاندان ربع جمعه مالك كهر مكان كضم إنه كل جيه هاي لازم ما شرطنا ما ننك الشرطي أنا بدعو لي مد آخرية كتبت أهل العلم قال الله ما خلاف وواجب أهل العلم قال إن هذا خلاف وذا كبحين إجماعنا كبحين لا يجوز الخروج عن اختلاف أهل العلم وإجماعهم هذه مثال سكو خلافان أقواش وذا قول كدرة لم يمن كرتيد هذا يجمعنا ما خلاف كرتيد لأنه هذا خلاف أما قال باته أما فاسق باته هذا الإجماع أقيد وهذا أقيدنا ولو أقيسين ما كل وزكدبنا ورك هذا وعذارها يا مرك أقاد خلاف كذا ومعصوم هذه مسألة شن قول كليين أهل قبله كهري قول أفر شناد لحد ما كيني كرتيد هذا أفر كليين شناد ما كيني كرتيد هذا إلا بكليين مثل حد ما كيني كرتيد مثل حد إلا كيني كرو وبدعة أهل الكلام قرنك شناط بالله باللابي قل يا أشاعراء باللابي وجويني يا غزالي إيو أي رازي كمديه شيخ الإسلام هو بدعة باتفاق المسلمين وأنا باطل سكيل عليها وشايلة لا في التفسير ولا في الفقيات ولا في الأصول لما أقول القول المخترع بعد أقوال المسلمين حديث كما كانت فهم يسوى أنا كفها أنت حديثك على أساس وأقوالها العلم عبد الله أبو حيري أنا محدث وإصنعي وصا أصي ودي بدي السنة هيا أيان مالك وإيمة بوري مالك با حديث كي كلا فسري لولا مالك لضللت بوري ضللت وما كنت من المهتدين وأجد ما ما بول هذا الحديث مضلة إلى الفقهاء حديثك والله قلت ما بول إن كان فقه لهي حديث عامد كقدقي تخصيص كي ما هي زيد وحي لقصة الربيع دي لذا ما هيزد وقال لب بودي ونبكى نقول عيوان البانيين أهين اسكي إلى لي هل سوي سيدي الرواق بالله في لب بودي مارك آفا كأيضا الحديث مضلة إلا للفقهاء أحمد معيري يقول لي محدث انتهى أنه فرمسيال وداوين كهي نوع لفردنا يشافع نوع يمت مركز النافع سري كان الله يستعمله كان الله يستعمله فقه وحسوكه يدري يحديثك مركز الحنفي الرأي اسكاد عناي بوري قولوا بانو كاتلين فمزج بيننا يعني فقه وأبان يعني إنا اسكاد إلى لسال رباه عصمد وحاوي حكب بحين عن أقوال أهل العلم
أقوال السلف صالحة كبحن إجماع وضع إلالي اختلاف وضع إلالي رأي عصب أن لقاقه الرينين في أصول الدين وفقياتك خلافك كجره هلا إيمانين قول أقواش كمد ورجح كرتا بأدلة والله إيمان كرتا دليل أي واي كجل دوفين والكسو داري كرتا أبدا لكن إن الله تما رأي عصب أمي أنتم محمد شاء أنا قد قيست لقاقه قيست ما سألت جابرا بن ويدي رضي الله تعالى عنه أنها النبي نبغ مضى مكرب عن صوم الجمعة ما أنك جمعة إن صوم لرب يقصده قال نعم متفق عليه هابو وأكرب مت نهي ونوى نهي كراهة عند جمهور أهل العلم نهي كراهة وي حاران يتحريم ماءها سيد الله بدن ياي عن أم المؤمنة جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة نبي يقول ما أن الجمعة أي أصو قال أم المؤمنين وهي صائمة إذا صوما فقال نبي حوري أصمت أمس شلي مصومتي قالت لا ما يجري نبي اللهم صوم من شلي قال تريدين مدونيس أن تصومي غدا برينا صومت مدونيس قالت لا ما يجري أن أصوم مرة به قال نبي حوري فأفطر هذا إذا أفر دام شلي نصومي برينا أذن سوئنا صومت أذن ربن إسكا أفر محايا إلي روح صومي سنية إسونك صومنا الله إيماني أسكا أمير نفسي في جامع الترمذي المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء لم يصم إن شاء أفطر وإن شاء صام وأتكافر كرتاه لكنه يبقى قومي رواه البخاري أتصومين غدا بإجماع الفقهاء محي مال مقدم بيا لوجي ذا جمعة سبت ذا شرط ماء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد غد أنت معي يوم القيامة ويغدك آخروي غدك هو مانك وحي كدن بيوم أصغم باكلا سوكية أمس نوام حي ووحي كهري بإجماع الفقهاء لأنه تخصيص حقيقة قاتل معناها لا تخص رواية لا تختص هكو قوني يرنا هذا مال راعي سواء كان ملاصقا أو غير ملاصق نهي وانكب حي كراهي وانكب حي لكن أنا ترى وإنه كل جنادة وخميس نقضه أما كل جنادة أقول نقضه سبت بها شرطها ومن كيس بعض المتأخرين المعاصرين والله سبحانه وتعالى أعلم.